يلا يا بنات الكل يجهز ويجمع عندي تحت. طابور تمام. الفطار عندي بعد 5 دقايق 5 وثانية هسحب الفطار وهتخرجوا على غيار الريق. 5 وثانيتين مفيش ريق. البيت ده ليه نظام. شعاري كل ثانية ليها لازمة، لا إما هتتطرقعوا بالجزمة. انصراف انصراف. شدي ومدي شدي ومدي. يلا يلا اتأخرتوا ليه؟ روح انت لف العربية بسرعة. يلا هب 101 102 103. شد ظهرك شد جسمك شعرك هقصه. هب حد 2 3 4 حد 2 3 4. يلا شدي نظام. يلا يا بنت مفيش داعي افكركم بالتعليمات. بنات العميد نور لازم تبقى واجهة مشرفة في كل حاجة. شد جسمك. كلامنا مع زمايلنا الرجالة لازم يكون بحساب، مفيش ضحك. اللي هتضحك فيكم هغير لها معالم وشها. يلا ابتسامة بس، مسموح لكم بضحكة واحدة قبل النوم. خدوا بطايقكم شدوا جسمكم. يلا هب حد 2 3 4. الو ايه يا ابراهيم؟ ايه البنك اتسرق وواحد اتحرق؟ طب ما تروحوا بسرعه يا ابراهيم، ما تروحوا تعمل التقرير ده بسرعه. الله، هو لازم انا ابقى موجوده في المحطه علشان تتحركوا؟ ايوه خد البت سماح وروحوا بسرعه اعملوا التقرير. اعمل لي لقاء مع حتى الراجل اللي اتحرق، اعمل تقرير معاه. مش مهم بقى اتحرق اتقتل، المهم انه مات وخلاص. ماشي يا ابراهيم، يلا بسرعه بسرعه، وانتوا على بال ما تخلصوا انا اكون جيت لكم على المحطه ان شاء الله. عايزه تقارير نار نار يا ابراهيم. الله يحرقكم يا ابراهيم. جود مورنينج مدام. جود مورنينج يا ماري. حضري لي يلا بريكفاست. عايزه توست محروق. توست محروق ايه؟ ايه بقول لك ايه، حضري لي الحمام الاول. ادع له ازاي؟ حضريه ازاي؟ هما كده دايما بيقولوا في الافلام حضري لي الحمام. روحي حضري لي بريكفاست. انت ولا بتعرفي حمام ولا بريكفاست ولا حاجه، تلاقي اصلا مفيش حمام في بلدكم. اهلا يا صباح الفل يا صباح الورد. الحديد تمام كله تمام تمام وانضباط. ها بنات سماعي الانفرادي بينادي اي واحده تعمل غلط هو تحت الخدمه. ايه الاخبار؟ شدوا كله. ايه العدس زي ما هو ليه؟ اضربوا عدس. يلا كل يوم هقول لكم عن فوائد العدس. العدس ينفش في المعده، يعمل جدار عازل في المعده. الميكروب اول ما يبص للجسم يعرف ان الجسم ده شارب عدس فيقدم على طلب هجره. امال احنا ليه بنشرب المساجين عدس؟ مالكوا بتبصوا لبعض كده زي اللي مقفوشين في كمين؟ لا ابدا يا ماما مفيش حاجه. ده على اساس ايه؟ سلفاكوا؟ ده انا امكوا فاهماكوا كويس. انطقوا في ايه؟ انا بقول لحضرتك ايه يا ماما بالنسبه للعريس ايه ده؟ انت لسه بتفكري في الموضوع ده؟ انا بفكر في الموضوع ده. انا ما بفكرش في الموضوع ده، انا بفكر حضرتك بالموضوع ده. انا فاكراه. انت بتكلميه يا شرف؟ انا بكلمه. انا ما بكلموش، انا معيش اساسا رقم تليفون. عارفه يا شرف يا حبيبتي، لو طلعتي بتكلميه انا هنقل بقك من مكانه. امال بتسالي ليه؟ ابدا يا ماما، اصل حضرتك قلتي ان انت هتردي عليه بعد اسبوع وهو فات شهرين وما ردتيش. هو ده عريس؟